أعلن القيادي في المشروع العربي الدكتور أيوب جرجيس العطية انطلاق مبادرة رئيس تحالف عزم الشيخ خميس الخنجر لتوفير 1200 منحة دراسية لطلبة محافظة ديالى، مؤكدا أن الوجبة الأولى ستكتمل قريبا. مبادرة العطاء والارتقاء مبادرة جديدة يطلقها الشيخ خميس الخنجر الأمين العام للمشروع العربي لمحافظة ديالى إكراما لأهلها وحفاظا على نسيجها واستكمالا للمشاريع السابقة التي أطلقها للمجتمع العراقي بكافة أطيافه. وهذه المنحة أو البعثة بدأت إجراءاتها وسيطلق أو تطلق الوجبة الأولى عما قريب إن شاء الله، فأبشروا أيها يا أهلنا في ديالى.